اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك يا دكتور؟ فضل ونعمة الحمد لله. يعني احنا بنشكر سيادتك على بجد المعلومات وكل حاجة بتقدمها والله. الله يرضى عنك ويبارك فيك. نشكرك ويجعله في ميزان حسنات حضرتك. ممتن لحضرتك يا فندم. اتفضلي حضرتك، اتفضلي يا فندم، سؤال أنا حضرتك. دلوقتي عندي مشكلة كبيرة جدا يعني. فحضرتك، انا بنتي متجوزة من 11 سنة ونص، وجوزها كان معادها من الشغل وما بيديهاش مصاريف وما بيعملهاش معاملة آدمية خالص، وبيقول لها انت خدامة هنا انت خدامة هنا. هذا الكلام كان من اول 11 سنة ولا ولا في الفترة الأخيرة؟ لا، هو يعني كان بيعملها معاملة برضو سيئة من الاول. يعني بس هي كانت بتخدم يعني من الاول، يعني هو من الاول هو بيتعامل معاها كده معاملة سيئة جدا وجافة وجعلها خدامة ليه والأهله. طيب فحضرتك دلوقتي الوضع بقى سيء جدا. يعني دلوقتي قاعد يعني عنفها، وكان بيطردها من البيت كل شوية، وابنها عندها ابن 10 سنين ونص وبنت 8 سنين، وكل شوية يقول لها امشي ويسيب العيال امشي، تيجي تمشي وتاخد شنطتها بنتها تعيط. فدلوقتي حضرتك معاملة غير أدمية، ويسافر بالخمس أيام ما يسيب لهاش حتى 10 جنيه. طيب سؤال حضرتك ايه يا استاذة؟ فسؤالي أنا دلوقتي، احنا ضربها ضرب مبرح وبهدلها وخنقها وكان هيموتها، ورحنا جبناها بقالها 7 شهور عندي، ما صرفش عليهم ربع جنيه لغاية الآن. طيب السؤال بتاع حضرتك ومش ايه؟ راضي يصرف ومش راضي يطلق ومش راضي يتواصل مع أي حد. سؤال حضرتك ايه يا أستاذة أم علي؟ سؤالي إن أنا دلوقتي الطلاق لو طلقناها إحنا علينا وزر؟ أجاوب على حضرتك. سيدة أم علي، سؤال حضرتك مهم. إذا كانت الزوجة بتهان وتؤذى، أول شيء لازم نعمله إن احنا يتدخل الحكماء. طبعا أنت هتقول إن هو يتدخل حكماء ويتدخل خبراء، يبقى هنا الأول خالص أول خطوة يتدخل الحكماء من أسرتين ما عرفوش، يتدخل خبراء لأن احنا ما بنحبش الحاجات تتأخر، ثم يتدخل خبراء اللي في الإرشاد الزواجي ويحاولوا يساعدوهم. طب لا ده نفع ولا ده نفع، يتدخل القضاء بقى. يعني لو في الحقوق يتدخل القضاء، وقد يكون الناس عشان تحصل حقوقها قد تحتاج الى القضاء. اما مساله الطلاق ده عامله زي بقى مساله اخر الدواء الكي. فاحنا لازم الاول خالص الخطوتين اللي انا قلتهم عليهم، ان هم وفي خطوه قبلها ان هم يقعدوا مع بعض، وازاي كان ما قلتلكش على الخطوه دي، ان واضح ان هم مش عارفين يتواصلوا مع بعض. يبقى عندنا خطوتين، يبقى في حكماء وسطاء من حكماء من الاسرتين عشان يتكلموا ازاي ينصلح الحال. طب ما عرفوش، نروح بقى للارشاد الزواجي. الارشاد الزواجي دول ناس مهنيين متخصصين يتكلموا معاهم في ده قبل الطلاق. لو ما عملناش كده انا ما اظنش ان الطلاق يكون طلاق عادل ولا طلاق مستنير اذا ما حصلش ده. ثم بعد ذلك ايه اللي حاصل؟ لو حد عنده حق ياخده. يعني احنا مش من هواة ان الناس تسيب حقها، ومش من هواة ان الناس تتأذي ولا تتظلم ولا تتبهدل. لا، الناس عايزه تاخد حقها، لان في بعض الناس بتتمادى فانا شايف ان احنا نمشي بالتدرج ده، وهو ده الاسلم، وهو ده اللي حضراتكم تعملوه.